الخبر الاول اللي عدنا عن نور مار وبارشداد والتساؤلات حول اذا هم رجعوا اصدقاء او لا. طبعا مثل ما اغلبكم يعرف انه محمد جواني يكون هو صديق البارشداد، اغلب المتابعين صاروا يسالون محمد جواني هل بارش نور رجعوا اصدقاء او لا، ومحمد جواني رد على هذا السؤال. واحد من الاشخاص كان كاتب كومنت لمحمد جواني بالتيك توك انه سؤال جد نور وبارش رجعوا اصدقاء، فيرد عليه محمد جواني ان شاء الله خير، ويعني جواني منف الخبر. وبارش نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري واللي قال بيه انه اليوم راح يفتح بث مباشر الساعه بالخمسة، وهذا البث المباشر راح يكون كلش مهم وما راح يكون مقلب. وطبعا هذا البث راح يفتح بحسابه بالانستغرام، راح احطكم هذا الستوري شوفوا. احكيلكم يا جماعه، راح احكيلكم شيء مهم كمان، بس هذا جد يا جماعه مهم. بكره راح افتح بث على انستغرام، بس مهم يا جماعه جد، هو ما في مزح ولا مقلب، بس مهم. بكره الساعه 5 اوكي، بكره جاهزين على البث على انستغرام الساعه 5 يا جماعه. لا تنسوا. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أنور مار ونيرمين مار. أنور نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي كان وياه نيرمين، واللي كان يقول إنه اليوم راح ينزل مقطع على قناته وراح يكون هذا المقطع جدا رهيب، وطبعا هذا المقطع راح ينزل الساعة بالأربعة. أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهو وسام تيكت، فوسام نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري، واللي كان واحد من المتابعين يقول له إنه وسام تيكت وماريانا مبارحة بالبث المباشر حمسونا المقطع راح يكون رومانسي ما بين وسام تيكت وما بين بيسان، فالأغلب صار يتوقع إنه هذا المقطع راح يكون عبارة عن خطوبتهم. ما ادري الصراحه، اكتبوا لنا بالكومنتات المقطع منهم متحمسين اكثر بين وسام تيكت وانور اكثر. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم جيش نارين بيوتي على مو فلوجز وبيسان اسماعيل. احمد النشيط نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، وطبعا بهذا المقطع كان ويا مو فلوجز وبيسان اسماعيل، وحاليا لو تدخلون على هذا المقطع وتنزلون بيه على التعليقات راح تشوفون انه اغلب التعليقات قلبه بالانجليزي ومكتوب عليها جيش نارين بيوتي، واللي يريدون يجمدون المشاهدات ويضرون صاحب المحتوى. طبعا هذا المقطع صار له حوالي يومين. طبعا بالنسبه للسبب التهجم، فجيش نارين بيوتي بما انه هي حاليا ما تحكي ويا مو فلوجز ومو فلوجز جاي يصور ويا غيرها، فلهذا يصير هذا التهجم. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات هل تشوفون انه يستحقون هذا التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين انس واصاله على احمد حسن وزينب. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي شافوا المقطع السابق يعرفون انه احمد حسن وزينب حاطين اسم انس واصاله بخانه الكلمات المحظوره، يعني خافين اسمهم من التعليقات اللي عدهم. طبعا ماكو سبب واضح للي سووه، فاخر مقطع نزلوه حاليا هواي من الكومنتات اللي تتهجم عليهم وتقولهم ليش لاغين اسم انس واصاله، وطبعا احمد حسن وزينب يلغون هواي من هذه التعليقات. اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شركم هذا الخبر وهل تشوفون يستحقون التهجم تعرضوا له او لا. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع يعجبكم، لا تنسوا تحطون لايك، تشتركوا بالقناه عشان يكون فيزي مقاطع من القصص، حطوا لايكات وبس، مع السلامه.